يعني كلنا بنحب نشرب حاجة ساقعة كده، الدنيا حر عندنا، أي نوع فاكهة نقدر نستبدله بالمانجا. يعني لو عندي مثلا فراولة، عندي كريز، عندي خوخ، عندي أي حاجة ممكن أستبدلها بالمانجا، تمام؟ هتبقى نفس المقادير بس المانجا هتتشال وتحط مكانها أي نوع فاكهة متوفر عندنا في البيت، موز، أي حاجة. فتعال نشوف المقادير بتاعتنا تكون عبارة عن إيه. مشروب كده مرطب وملطف للمعدة، عندنا كوبايتين من المانجا، يعني حوالي نص كيلو مانجا، تمام، متقطعه، ويا ريت تكون مجمده في الفريزر، ده بيدينا نتيجه حلوه قوي. كوبايه من الزبادي، كوبايه زبادي كده معياريه، هنحط حوالي كوبايه من الميه المتلجه، ثلج مجروش، وعسل على حسب الرغبه، عايز تحطي بقى 3 4 معالق اكتر اقل براحتك، على حسب لما تدوقي كده وتحسي هو عايز عسل تاني ولا خلاص كده، تمام. فتعالوا بينا كده نبتدي، يلا نحط المكونات بتاعتنا في الخلاط، ومفيش اسهل من كده. بس اهم حاجه يكون الخلاط بتاعنا بيجرش التلج. ادي الخلاط، تعالوا بينا بقى ننزل المانجا بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، او اي فاكهه زي ما اتفقنا، اي فاكهه متاحه عندي في البيت اقوم اعمل بيها المشروب ده، اللي راجع كده من الحر يقدر يشربه كده يرطب ويلطف عليه الدنيا. حط الزبادي، احط كمان العسل، وزي ما اتفقنا العسل هنا بيبقى على حسب الرغبه، كتير او قليل براحتكم، وعلى فكره على حسب كمان الفاكهه اللي احنا حاطينها مدى كميه السكر اللي فيها. يعني ساعات كده مثلا المانجا بتبقى مسكره جدا، تحس ان مش محتاجه تحط لها حاجه تاني، خاصه ان احنا مش هنحط ميه كتير، تمام. لو الحاجه سكرها قليل فبنزود العسل اكتر. تعالوا بينا يلا نضيف كده، ناخد التلج يلا. ممكن ما نحطش ميه خالص، نحط كوبايتين تلج وخلاص بالشكل ده. او ان احنا نحط شويه ميه بس صغننين كده عشان يحرك بس معايا الخلاط، مش كتير، مش كوبايه، يا دوبك مثلا ربع كوبايه بس كده. ضفنا كده كل الاضافات اللي عندنا، وتعالوا بينا بقى نحط الغطا ونشغل. بسم الله. بس كده خلصنا، اعتقد مفيش اسهل ولا احلى من كده، مناسب جدا للحر ده. تعالوا ناخد كده الكاسين دول ونبتدي نصب. بسم الله، الريحه تحفه ما شاء الله. واو فعلا. لا والله مش مفاجاه. فاكرين المرة اللي فاتت شوية نزلوا كده مرة واحدة، فنخلي بالنا بقى لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. تحفة ما شاء الله، خطير. نجيب بقى ايه، شاليمو، حابين نحط ده ولا نحطه على طول؟ هنعمل بس ايه، بصوا كده بس. وايدي الشاليمو، خبر ايه الجمال ده، تحفه.